السبب بالدلائل القاطعة والخطابات والاستفزازات التي يطل عليها عند كل حدث سياسي أو أمني يعنيه أو لا يعنيه. اتخفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلف شعارات العلمانية الجامعة بحلة رسمية وابتسامة ساخرة لا تغيب عن محياه، ولكنه ومع كل نسمة من الشرق والغرب يكشر عن أنيابه مطلقا العنان لشعبويته التي لا تبتعد عن دونالد ترامب في مشهد يشبه ما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2017 والتي كان فيها يمينيا أكثر من اليمين نفسه وجارا يعرف كل شيء إلا الرضا. ومؤخرا تحول مزاج الرجل العكر نحو بريطانيا في ظل أزمة اللقاحات ضد فيروس كورونا مع شركة أسترازينكا البريطانية، يعلن أن بلاده لن تقدم لقاح الشركة لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما بسبب بيانات غير كافية استشهدت بها السلطات الفرنسية وتقول فيها أن لقاح أسترازينكا لهذه الفئة العمرية شبه فعال. الخطوة الفرنسية جاءت وسط خلاف حول حصص اللقاح بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتصاعد لغات التهديد التي خافتت بعد أيام، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت أن مثل هذه الأزمات ترفع منسوب النزاعات القومية في اللقاحات وتفاقم من المشاكل التي تسبب بها فيروس كورونا، خاصة مع تسجيل بريطانيا معدلات تطعيم قياسية بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي. هذا وتسجل بريطانيا ثم فرنسا خامسة وسادسة أعلى نسبة إصابات بالفيروس على مستوى العالم. قبل الخلاف الأوروبي بأشهر كانت فرنسا تتصدر العناوين العالمية بعد مقتل أستاذ فرنسي عرض على طلابه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد بحجة حرية التعبير، وهي الحرية التي دافع عنها الرئيس ضد الإسلاميين الذين يدمرون مستقبل فرنسا على حد تعبيره. الغضب ضد فرنسا ورئيسها لم يقتصر فقط على أعمال شغب أو تظاهرات منددة، بل امتد إلى جيب الدولة الفرنسية مع إعلان العديد من الشركات مقاطعة البضائع الفرنسية. ولعل أكثر الهجمات شراسة ضد باريس كانت انفجار عبوة ناسفة خلال مناسبة رسمية حضرها القنصل الفرنسي في جدة. وعلى الصعيد الرسمي كان خطاب الرئيس التركي الأكثر صرامة ضد ماكرون برغم التوترات السابقة بين الدولتين بسبب اعتراف فرنسا بحزب العمال الكردستاني والذي تعتبره السلطات التركية حزبا إرهابيا. الأصوات المرتفعة بوجه ماكرون عالميا لم تعادل الضوضاء التي تؤرق مستقبل الرئيس، لا سيما مع انطلاق حركة السترات الصفراء قبل عامين والتي كشفت عن وجه آخر تخفيه شوارع الأليزة العريقة. انطلقت في البلاد أعمال عنف احتجاجا على قانون الأمن الشامل المثير للجدل والذي أقرته السلطات، ويضع القانون قيودا على نشر صور تظهر فيها وجوه رجال الشرطة، وجاء استجابة لموجة احتجاجات السترات الصفراء، إلا أنه عد وبحسب البعض عائقا أمام حرية الرأي والتعبير بل قاتلا لها. وفي هذا الإطار كانت قضية مساعد الرئيس الأمني ألكسندر بانالا جزءا من القضية المشتعلة مع عرض مقاطع فيديو تظهره وهو يعتدي على ناشطين في عيد العمال في مايو عام 2018، وبرغم وعود من الرئاسة الفرنسية بإعادة تغيير بعض أجزاء القانون لم تهدأ الاحتجاجات. أعوام الرئيس الفرنسي الرئاسية وضعته في مشاكل تحاصره دون حل، فلا الداخل يقبله ولا الخارج المحتقن أيضا، حتى مستقبله في الدولة يواجه خطر البقاء، وكانت الانتخابات البلدية في يونيو الماضي أول علامات الخطر مع عدم استطاعة حزبه الحاكم الفوز في أي من المدن.